انا عمري عملت فيكي كده؟ طب تفتكر اقدر؟ وانا اعرف منين نادي؟ انا لو عايز اخونك هخونك ومن غير ما تعرفي، شغلي. هو انت المفروض كده بتطمني يعني؟ ما انت لو عايزاني اطمنك يا ناديه بعد العمر ده كله يبقى جننتي. زكريا حط نفسك في مكاني، واحده ومسجلها على اسم الراجل وبتكلمها في السر، انا المفروض افهم ايه؟ انا عارف، معلش، عشان المفروض ما تعرفيش ولا تسمعي اي حاجه ليها علاقه بشغلي. وخلي بالك يا ناديه، احنا متخانقين الخناقه دي بتاعه. لا ما تضحكنيش، احنا دلوقتي بنتخانق. انا ما جيتش جنبك، انت اللي فشتك عايم، امسكي نفسك حتى ثانيه. اهو اقول لك على حاجه، انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ست زيك، محدش يملى عيني غيرك يا ناديه. بقالك كام يوم مش عجباني؟ في ايه؟ مشاكل في المدرسه كتير والله يا زكريا، تعبت بجد. انت مش كنت عايزه تعملي دبلومه في علم النفس؟ بتعمليها انت بس، وانا عندي انت والبنات وشغلي، مفيش وقت. انت مهلك، مالكيش دعوه، شويه عليك شويه عليا، هوبا هتلاقي نفسك خدتيها. اسمعي كلامي، خدي الدبلوم. انت عارفه ناديه، قريت حته مقاله ناديه عن المشاركه الحديثه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. في طبعا، عارفه فين؟ فين؟ في جروب البابس يا راجل. ما تخلص يا ابني، انا هقعد اتحايل عليك اليوم بطوله. صدقني يا فندم مفيش حاجه. سلفة اترفضت؟ اه اترفضت. معلش، انت كنت عايز كام عشان جوزت اخوك؟ لا لا سامحني يا فندم، انا ما باخدش صدقه من حد. ايه يا ابني التمثيل الرخيص بتاع المسلسلات ده؟ انت سمعتني الناي الحزين في ودي، مين قال صدقه؟ انا بقول لك سلفة، قول لي جايز ما يبقاش معايا. 2000 جنيه. لا عنه ما اتجوز. 2000 جنيه؟ بص انا هحاول امشي لك موضوع السلفة ده، هجرب كده. مشي مشي، ما مشيش هسلفك انا، وابقى ردهولي على مهلك. ها؟ على الاقل من مهلك، قبل ما ابقى لواء يعني تردهم لي، والجنيه لسه بيجيب اللي بيعرف يجيبه. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا فندم، ربنا يخليك. توكل على الله، توكل على الله. ايه كان بيشتكي لك ولا ايه؟ لا والله الواد ده ولا بيشتكي ولا اي حاجه، كاتم في نفسيته، موضوع السلفه ده عامل له مشكله. ما تقلقش انا هظبطها له. لو ما مشيتش عشان انا وانت 1000 جنيه 1000 جنيه. يا ابني انسى بقى الايام دي، انت داخل على جواز وعندك مسؤوليات، ايه في ايه؟ سيبها على الله. الله. الخير ما بيجيبش الا الخير، تفكرتني انا بكره عندي يوم طويل مشاوير قد كده مع علي. لا ما انا ما قلتلكش، مش هينفع اديك اجازه بكره. ليه بكره في ايه؟ كده يبقى احنا خلصنا كل كلامنا عن التنظيمات الارهابيه، وده موضوع محاضرتنا النهارده. بس في سؤال اخير عايز اساله لكم قبل ما نمشي. التنظيمات الارهابيه دي كل فتره بيبقى ليها هدف عايزه تركز عليه. يعني مثلا في التسعينات كان هدفهم ضرب السياحه. بعد فترة لعبوا على حرق الكنايس عشان يعملوا فتنة طائفية مع اخواتنا الاقباط. محد سأل نفسه دلوقتي هم ليه هدفهم مركزين على ضباط الداخلية والجيش والقضاء؟ اتفضل. بيرهقوا الدولة يا فندم، وبيحاولوا يخرجوا مؤسسات الدولة عن مسارها. وفي اعتقادي يعني بيحاولوا يخوفوا الضباط اللي زينا. جزء من الإجابة. سيادتك. عشان هم جزء من النظام. وهم اللي بيساعدوا النظام على إنه يحقق أهدافه، وإنه ما يطبقش الشريعة الإسلامية. عشان كده يعني هم شايفين ان الضباط والقضاء هم الطائفه الممتنعه عن تطبيق شرع الله. اسمك ايه؟ ولازم اول خيرة السلك يا فندم. تمام يا خيرة. هم بيقولوا كده او بيحاولوا يفهموا الناس كده. بس الحقيقه مش ده السبب. السبب ان احنا خليناهم يفشلوا في اللي كانوا عايزين يعملوه عشان يضروا البلد. اشوفكم على خير المحاضره الجايه ان شاء الله. عيد الحب قرب. واحنا في مكانكم كنا بنعرف نتصرف. في عسكري هنا بيعرف يوصل ورد للحته اللي انت عايزها، اعملوا بقى تحرياتكم وانا ما قلتش حاجه. اشوفكم على خير، اتفضلوا. خيرت. هتجيب لخطيبتك ايه في عيد الحب؟ لا يا فندم انا مش مرتبط. اوفر برضه. اتفضل. انا اسف. مين ندى عصر دي؟ صحفية في جريدة إخوانية وصاحبة كريمة برضه. هما اتقابلوا مرتين، البنت اللي اسمها ندى دي وبنت أمين الصرفي. ما عرفناش إيه اللي تم في المقابلتين. للأسف يا فندم ما عرفناش. بس عندي إحساس، مجرد إحساس مش مدعوم بأي دليل، إن في حاجة إعلامية، في تسريب معلومات. أصل كريمة بعد زيارتها لأبوها قابلت ندى تاني يوم، وبعد كده ما زارتش أبوها. على العموم هي تحت المراقبة، لو في أي حاجة جديدة هبلغ حضرتك. على خيرة الله. خلاص فاضل شهرين تقريبا وتقول شهادتك يا بطل. ان شاء الله. دعواتك يا فندم. انا اذنك. اتفضل.
أنا بفكر نأجل عملية مبروك دي شوية. الطواغيت في كل مكان. ده خلاص كانوا قربوا يمسكوا أحد الإخوة من جوه بيته، معرفش إزاي. حتى الأخ محمد سعد كانوا قربوا يوصلوا له. مفيش وقت. بالعكس، إحنا كل ما هنسرع كل ما هنخوفهم ونديهم رسالة، وأي ظابط هيفكر 100 مرة قبل ما ينزل من بيته. صحيح. أنا متفق معاه في الرأي. خلاص. يبقى توكلنا على الله. السلاح جاهز والإخوة جاهزين. والمعلومات اللي اديها لنا الاخ عويس فادتنا جدا. يبقى ما فاضلش غير نراجع الخطه وتقولي بالظبط التنفيذ هيبقى ازاي. هو فين الاخ ابو يوسف؟